لماذا تفكر عندما تسمع كلمة الإرهاب؟ 11 من سبتمبر، هجمات باريس، شارلي إبدو. في الأعوام 15 الماضية حدثت عدة هجمات كبيرة في دول غربية قتل فيها آلاف الأشخاص، وتغطية الإعلام كانت شاملة. لذلك من السهل أن ننسى أن أغلب ضحايا الإرهاب مسلمين، والدول الأكثر استهدافاً مسلمة أيضاً. فلنلقي نظرة على الدول التي ضربت بالشكل الأفظع في العام الماضي: العراق، أفغانستان، باكستان. كل هذه الدول فيها أغلبية مسلمة، وهذا العام نرى ذات النموذج بهجمات كبيرة في السعودية ولبنان وبنغلاديش. في الحقيقة إذا حسبت الأرقام، عدد ضحايا الإرهاب في الغرب يشكل 2.6% من ضحايا الإرهاب في العالم. إنه جزء صغير. بالنسبة لمجموعة مثل داعش، من غير المهم إن كنت مسلماً، إن كنت من طائفة أخرى فأنت هدف جيد، إن كنت من دولة حليفة للغرب فأنت هدف جيد، إن كنت تدافع عن حقوق المثليين فأنت هدف جيد. هويتك المسلمة لا تحميك. في الحقيقة المسلمون هم أكثر من يعاني من الإرهاب، ومن المهم أن نتذكر ذلك.